وما نردوش على الاجرام بالاجرام باش ما ندخلوش بلادنا في حرب اهليه كما وقع في بلاد اخرى. اكثر من هذا نقول لكم التاريخ وباش تعرفوا النهضه وباش نحكي على العنف في البلاد ينسى انه عنده علاقه بالنهضه، لان النهضه لا عنف لها لا في الذكر ولا في الممارسه. النهضه جات فرصه ايام الثوره باش ننتقم باش تصفي حساباتها مع الجلادين نتاعها. نعرفوهم اللي عذبوا واللي قتلوا واللي اهانوا واللي نهبوا واللي اعتدوا على العائلات وعلى الشعب، نعرفوهم. وجاتنا فرصه في الثوره باش نصفيهم باسم الثوره كما عملت ثورات اخرى قررنا عليها. الثوره الفرنسيه سالت فيها اوديه من الدماء ونسبت فيها المشانق في الشوارع. الثوره البولشيفيه وغيرها من الثورات، احنا ابناء النهضه اردنا لثورتنا ان تكون ثوره نظيفه لا تسيل فيها الدماء في الشوارع ولا تنصب فيها المشانق باسم الثوره. نريد ان نعاقب المجرمين بالقضاء العادل والمستقل حتى ننصف المظلومين ويكون ذلك درس في المستقبل حتى لا نعود لمثل هذه الاعمال. نعاقبهم ثم نعفو عنهم ونبني مصالحه على اساس العدل لا على اساس ظلم المظلوم والعفو على الظالم. هذا ساهم في انجاح ثوراتنا. فانا اقول لكم هنيئا لنا بثوراتنا وهنيئا لنا بنهضتنا اللي جنبونا ان نسقوا في حمامنا الدم يساعد على التدخل الخارجي وعلى عوده الاستبداد. وفما حادثة بسيطة ولكن معبرة أنا عشتها باش نحكيها لكم، مش خاطر تتعلق بشخصي ولكن باش تعرفوا جماعة النهضة كيفاش يفكروا وكيفاش يعملوا. وقت تسمعوا فما عنف هنا ولا هناك عمركم ما تفكروا أن النهضة تنجم تكون عندها دخل فيه ولا تكون وراه وإلا تسكت عليه. أبناء النهضة حموا الكنام والقباضة في منزل بورقيبة باش ما يقعش حرقهم. أبناء النهضة حموا وشاركوا مع لجان الثورة ومع أبناء الشعب في حماية الامتحانات. أبناء النهضة شاركوا مع شعبنا في حماية الأفراد الممتلكات. النهضة والعنف نقيضان. أنا صارت لي حادثة تتمثل باختصار شديد أقصه على أهلي الطيبين في تطاوين في هذه الليلة المباركة. توفت أمي رحمها الله في أوت 2006 ورحم الله الآباء والأمهات والطيبين والطيبات. ودولة القانون والمؤسسات نتاع بن علي والعصابة نتاعو اللي كانوا يعطيو فينا في دروس في الحداثة والحريات وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي وصلوا معانا احنا في السجون إلى درجة أن الانحطاط والوحشية أنه يحرموننا من أن نحضر جنازات الآباء والأمهات. شديد صحيح. وأكرمني الله بأن حضرت جنازة أمي، وأكرمني الله بأن صليت عليها إماما، وأكرمني الله بأن أوصلتها إلى قبرها رحمها الله ورحم جميع المسلمين. وعند قبرها وبحضور أهلي أخوالي وأعمامي وحضور عدد كبير من إخواني الذين سبقوني بالخروج من السجن الصغير إلى السجن الكبير وبحضور فراق بن علي، لأننا احنا رجال النهضة ونساء النهضة تكلمنا وبن علي يحكموا مش كما اللي تراو فيهم برشا منهم في التلفزة وفي الانترنت تكلموا بعدما ذهب بن علي. قلت كلمات أعيدها عليكم في هذا المكان الطيب في دار الشعب. قلت أنا قضيت 15 سنة في السجن وأمي توفت وأنا في السجن وهذا أمر عظيم، ولكني لست حاقدا لأن الحقد يعمي عن الحق. الإنسان كي يحقد ينجم يرد على الإجرام بالإجرام وعلى العنف بالعنف وعلى الاستبداد بالاستبداد. نحن لا نريد أن نكون مثلهم، نريد أن نكون أفضل منهم. فقلت ولكني لست حاقدا لأن الحقد يعمي عن الحق، ولكن المعنى هنا مش كافي. ولكني لست متنازلا عن حقي في أن أعيش حرا في شعب حر في بلد حر في أمة حرة في عالم حر
كلفني ذلك ما كلفني ولو مت في السجن. ومن أجل ديني ووطني يهون كل شيء. الكلام هذا قلناه ابن علي يحكم، والكلام هذا قلناه واحنا في السجن، والكلام هذا قلناه بجانب أعز الناس. وكان حقدنا وقتها ربما بعض الناس يعذرونا، واليوم وقت يقولوا احنا ناس من اشحاق دين الناس يصدقونا. حركة النهضة جاءت لتنزع الأحقاد التي زرعها الاستبداد والفساد، لا لأن تضع أحقادا بعدها. احنا نحب نرجع التوانسة إخوة متعاونين متضامنين، يحترم هذا الشعب كل الشعوب العالم. النهضة ستعمل على نازع الأحقاد اللي تنتج على صراعات إيديولوجية، اللي تنتج على صراعات حزبية، اللي تنتج على صراعات بين الجهات، واللي تنتج على صراعات بين العروشات. ومن الحاجات اللي نحب نقولها في تطاوين، واللي الناس يلزم يتذكروها يحترموا عليها الشعب التونسي كثيرا وخاصة رجال ونساء الجنوب، احنا من الدروس اللي اعطيناها للعالم دون مبالغة او دون غرور، شعب فيه 10 ملايين، الدولة منهارة، اوضاع الاقتصاد متردية، الوضع الامني متردي، ويجيونا ما اكثر من 500,000 لاجئ من اخواننا واخواتنا الليبيين. الشعب ده وخاصة مناطق الجنوب وخاصة ولاية تطاوين يستقبلوا اخوانهم واخواتهم الليبيين، يؤويهم، يناصروهم، يوفرون بالأمن ويوفرون الكرامة حتى تنتصر ثورتهم، عملا بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آووهم ونصروهم وآمنوهم وأعزوهم حتى نصرهم الله وعادوا إلى ليبيا منتصرين، وسنلتحق بهم لنحتفل معهم في طرابلس وفي بنغازي وفي سرت بنصر ليبيا وشعب ليبيا على جلد ليبيا وعلى النظام الطاغي في ليبيا. فأنا أحيي شعبنا وإخواننا وأخواتنا في ولاية تطاوين على ما قدموه من دروس رائعة في أن هذا الشعب يحتضن إخوته وإخوانه، ولن ينسى شعب ليبيا ذلك، وسيكون لذلك آثار عظيمة. أولا، نجاح الثورة في ليبيا هو دعم لنجاح الثورة في تونس، لأن بعض القوى في الخارج كانت تنتظر فشلا في ليبيا لتعود إلى تخريب ثورتنا في تونس. فنصر الله مصر ونصر الله ليبيا، وذلك نصر نهائي لتونس لنثبت أن الثورة التي انطلقت من تونس لن تعود للفشل في تونس. ثانيا، إخواننا الليبيين لقوا منا احتراما ولقوا منا مودة، بينما في ظل ذنب علي في وقت من الأوقات روج رموز الفساد ثقافة تستهزئ بالليبيين والشعب الليبي وتحتقر الليبيين والشعب الليبي. وليست من أخلاق مجتمعنا ولا من أصول العربية الإسلامية ولا من أخلاق شعب عرف الاضطهاد وعرف الفقر والمرض أن يستهزئ بإخوانه في شعب ليبيا أو في غير شعب ليبيا. وأعطيت شورى في ظل نظام القذافي المجرم أن الذين يأتوننا من ليبيا إلى تونس كثير منهم يأتون للهو واللعب في تونس، للإساءة إلى تونس رجالها ونسائها واقتصادها. هذا وضع الثورة قطعت معه. نحن ثوار وهم ثوار، نحن منتصرون وهم منتصرون، نحن إخوة في الدين وفي العروبة وفي الثورة، وسنبني المغرب العربي والوحدة العربية مع بعضنا. ستكون ليبيا مفتوحة لتونس، وتونس مفتوحة لليبيا ولشبابنا وللشغل وللاقتصاد وللطاقة وللازدهار. سنبني مستقبلنا مع بعضنا بعد سقوط الطغاة والمستبدين. فالله أكبر ولله الحمد، وتحية لشعبنا الثائر في ليبيا الذي قدم شهداء وأبهر العالم بعد أن شك البعض في لحظة من اللحظات أن الثورة في ليبيا